يعني الست ولا البنت دي مفيهاش علامة مميزة؟ هي اصلا انا مشفتهاش يا باشا، كانت لابسة نقاب اسود. طب مصفاك جسمها ايه؟ طويلة قصيرة تخينة رفيعة؟ وسط في كله يا باشا، ولا تخينة ولا رفيعة ولا طويلة ولا قصيرة. اصلا انا شفتها لمحة كده يا باشا، وبعدين حسيت بالسكينة في بطني. طب انت ليك اعداء او حد بيكرهك او شاكك في حد؟ هيثم ازاي بس يا باشا، ده مجامل الصغير قبل الكبير. طب انت لقيته حاجة مسروقة من المحل؟ انا معرفش، ما روحتش المحل لحد دلوقتي. يا سعاده الباشا مفيش حاجه ناقصه، ده كل حاجه في مطرحها. ده هي غزتني وجريت على طول يا باشا، ده انا حتى شفتها وانا بقى. كفايه بقى يا باشا كفايه، شايف الواد تعبان ازاي؟ انتوا بقى كل مهمتكم يا باشا دلوقتي تجيبوا البت اللي كوميته التكويمه السوداء دي. طب سؤال خير معلش، انتوا ما شكتوش في حد معين؟ يا باشا احنا طول عمرنا ناس كويسين وعمرنا ما اذينا حد، بس اللي جد علينا بنت عجيبة كده كنت شفتها غلبانة في الشارع، قلت عطف عليها خدتها وشغلتها عند ناس معارفي، بس هي سابتهم مطافش. واسمها البنت دي؟ اسمها بيقولها سعادة الباشا.